مرفق ترفيهي سياحي جديد تتدعم به الجزائر العاصمة، حديقة تسلية وترفيه تضم عدة ألعاب رياضية وحديقة بالإضافة إلى حمام تركي. مرحبا بكم في هذا المركب السياحي، مركب رياضي وسياحي لسيدي عبد الله. وهذا المركب هذا يحتوي على 10 ورشات، يعني 10 يونيتي على الانتيريور دو سو بارك. حاليا كاين هذا لو بارك اكواتيك اللي راه جاهز، وعندنا ثاني لو بارك داتراكسيون، اي اون ان سبا كي ثاني ان سبا دو كلاس، يعني دو كلاس مونديال اللي ثاني راه جاهز. وهذا المركب السياحي هذا يحتوي على 13 قطار. المرفق من مزاياه تخصيص أول حديقة مائية للنساء وبأسعار في المتناول إلى جانب مرافق أخرى. أكوا بارك حبينا نديروه أون بوميي ليو لي فام صباح ولي زوم العشية، أبار لو فوندرو أبار لو فوندرو دي نديروه بور لي زوم، باسكو سويت أن بتي تونكيت لقينا بلي لي فامي لا فام أرجيريان بالجمعة تحب تقعد في الدار الميناج وطيب وفوالا. حمام أفيك حمام فابور 1000 دينار. C'est sur la suite à une petite enquête avec les derniers bras. Et on va dire des surplus. Des surplus, on va dire un sauna, on va dire que je suis à Ziada. Le مرفق السياحي الجديد يتربع على مساحة 13 هكتارا، وينتظر أن يتدعم لاحقا بمشروع فندق يتسع ل 120 سريرا في انتظار تسلم رخصة الاستغلال.